هيونداي وكيا يطلقان سيارات بالطاقة الشمسية في 2019. مرحبا بكم. تتنافس سنويا السيارات لتزويدها بإمكانيات مختلفة ومزايا جديدة. وفي بداية عام 2019 قررت سيارتي هيونداي وكيا لإطلاق ميزة مختلفة، وهي العمل بالطاقة الشمسية. هيا لنتعرف عليها، ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا تسجيل الإعجاب بالفيديو وعمل اشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعار الرمادي ليصلكم منا كل ما هو جديد. مميزات السيارتين: كشفت الشركتان عن دعم سياراتها بألواح شمسية يتم تثبيتها إما على غطاء المحرك أو السقف الخاص بالسيارات. وأشارت هيونداي وكيا إلى أن السيارات ستكون هجينة، أي أنها ستعمل بالوقود والكهرباء إلى جانب عملها بالطاقة الشمسية، الأمر الذي يؤكد أن ألواح الطاقة الشمسية ستعمل فقط على تقليل الاعتماد على الوقود أو الكهرباء. الألواح الشمسية المثبتة على غطاء المحرك أو سقف السيارة ستعمل على توليد الكهرباء من أجل شحن بطارية السيارة لمدة أطول خلال اليوم الواحد، وذلك لضمان استمرار عمل السيارة في فترات الليل. أنظمة الشحن: في السيارات الجديدة ثلاثة أنواع مختلفة من أنظمة شحن الطاقة الشمسية تعمل عليها الشركتان، وهي السقف الشمسي السيليكوني، والسقف الشمسي شبه الشفاف، ونظام الغطاء الشمسي الخفيف الوزن، وهو الذي يتم وضعه على جسم السيارة بالكامل. هيونداي وكيا أوضحتا أن النظام الأول يمكنه تعزيز السيارات الهجينة وشحن ما يصل نسبته من 30% إلى 60% من قدرة عمل البطارية خلال اليوم الواحد، وهذا سيتوقف على ظروف الطقس المحيطة. أما النظام الثاني فإنه سيدعم سيارات الوقود، وهو ما يمنح قائدها رؤية بانورامية، كما أنه سيحافظ على استهلاك الوقود بصورة كبيرة، بالإضافة إلى قدرته على تقليل الانبعاثات الخارجة من السيارة. أما نظام التشغيل الثالث فإنه سوف يكون مخصصاً للسيارات صديقة البيئة، وهذا النظام لا يزال قيد الدراسة لأنه يعتمد على عمل السيارة بالكامل بنظام الطاقة الشمسية دون الحاجة إلى أي نوع وقود آخر. ويتوقع الخبراء أن يتم طرح النماذج الأولية من تلك السيارات في الأسواق العالمية قبل نهاية عام 2019. هذا كل شيء لليوم أيها الأصدقاء، لا تنسوا تسجيل الإعجاب وعمل اشتراك بالقناة، والآن إلى اللقاء.